أنظمة التقاعد بالمغرب، التشخيص والإصلاح، عنوان ندوة بالرباط ناقشت الأوضاع الصحية والاقتصادية لفئة المتقاعدين والصعوبات التي تواجه هذه الفئة، خاصة ما يتعلق بالسكن والتغطية الصحية. خديجة ضرول. من المعروف أن الجانب الأكبر من الاهتمام بخصوص نظام التقاعد بالمغرب يركز على شق التمويل لصناديق التقاعد على حساب الجوانب القانونية، مما يجعل نظام التقاعد يعرف صعوبات مالية تحول دون القيام بمهمته. من هنا جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على الشق القانوني كإطار ينظم هذا النظام. الأغلبية الكبيرة من المستفيدين من راتب التقاعد هي أغلبية لها مداخل متواضعة نسبيا، بحيث لا بد وأن تأتي مقتضيات قانونية لحماية حقها في الاستفادة من راتب التقاعد طيلة المدة التي يقررها القانون. نريد اليوم أن نجعل من إصلاح أنظمة التقاعد ورش كبير يجمع بين الجوانب المختلفة، بما في ذلك إشكالية تعميم أنظمة التقاعد، إشكالية الحكمة في تسيير أنظمة التقاعد، إشكالية مراجعة الجانب المالي، ومراجعة أيضا جانب المتعلق بحقوق الأشخاص المستفيدين من هذا النظام. إصلاح نظام التقاعد مسؤولية تتقاسمها كل الأطراف، حكومة، أحزاب، ومجتمع مدني، وهذا الإصلاح ينبغي أن ينصب على الجانب القانوني بشكل يتوازى مع الجانب المالي.